التور عنده the empress، الخصوبة، الأمومة، بمعنى اللي متوقع طفل أو مستني طفل بإذن الله يشرف، بإذن الله يكون في حمل، اللي مش ما اتجوزتش لسه بإذن الله بتتم جواز، حالة حب أو اللي لا ده ولا ده ومرتبطين اوريدي، الحالة الجنسية عندهم كويسة، الحب عندهم غير مشروط. يعني واضح ان الحب، او يمكن دي كان المرحلة دي عدت خلاص، عدوا بالمرحلة دي او ممكن لسه يكونوا حاسين بيها. في شيء استناه التور بقاله فترة، ممكن يكون حاجة كان عايز يعرفها، حاجة كان محتاج يكتسبها، شكله بيكتسبها الفترة دي، بس أنا مش عارفة ليه حاسة إن حاجة هو كان عايز يعرفها مستنيها بقاله فترة، ولما عرفها قال يا ريتني ما عرفتها. خسارة، حاسس بخسارة شديدة. لو ما كانش ده فهو خير كان مستنيه، أو حاجة اشتغل عليها وإن شاء الله بيجنيها دلوقتي، بس في خسارة من حاجة تانية. لو الكارتين دول مرتبطين ببعض فأنا حاسة إن هي حاجة كان عايز يعرفها التور، ولما عرفها حس بخسارة وحسن عنده نهاية ألم. ده نهاية ألم، بمعنى إنه لو كانت الحاجة دي محيراه ومسببة له حيرة، مش عارف، ما كانش عارف يعيش، فالألم خلص انتهى بمجرد ما عرفته بالحاجة اللي كان عايز يعرفها دي، وزي ما بيقولوا البلا وقع خلاص فارتاح. كويس. حاسس بندم، في ندم فعلا جدا، حاسس بندم، حاسس ان هو حط ثقة في حد ما كانش المفروض يحطها فيه، حاسس بندم ان هو اتصرف بطريقة ما كانش المفروض يتصرف فيها، يتصرف بيها، زعلان، في زعل، واضح انه في زعل. بس التور من الابراج القوية جدا، King of Swords، مع الخسارة وحالة الارتباك اللي هو فيها دي، فهو لسه قوي وذكي ومحبوب، واقف على رجليه. يعني ما تفتكروش ان الموضوع خلاص يعني كده الدنيا وقعت فالتور، لا، ده التور ما بيعمل، ما بيحصلوش كده، بيكمل عادي جدا ومكمل حياته طبيعي جدا بمنتهى القوه، وشكله كمان بيبتدي حاجه جديده، قرر يبتدي حاجه جديده، يعمل حاجه جديده ما كانش متعود يعملها، او في تغيير في العمل، ممكن يكون بيغير عمل، ممكن يكون بيتعلم حاجه جديده، اخد كورس، بيتعلم في كورس معين، اخد دوره تدريبيه في حاجه معينه، اهو حاسس ان هو ايه، بيصلح الحاجات اللي اتكسرت جواه، قاعد عمال يصلح فيها وايه، يظبطها كده ويركبها تاني. التور لو كنتوا حاطين اساس لحاجه، ويعني اساس شغل، اساس ارتباط، اساس حاجه يعني لسه في اولها حطيتوا اساساتها، فهي لسه عايزه شغل، والحاجه دي كويسه، الحاجه اللي انت شغال عليها دلوقتي وحاطط اساساتها يا تور، طاقتها حلوه، ان شاء الله هتبقى حاجه كويسه جدا. الامبراطور كمان، بصوا ده شخص يعني مخضرم زي ما بيقولوا، ده مخضرم، ده اخد اقلام واخد سيوف، اهي السيوف الكتيره جدا دي ادتك يا ثور قوه وعقل وخبره، خلتك قوي جدا جدا في مكانك، الناس بقت تجي لك للنصيحه. كويس. بس واضح عندي كمان تعب، في تعب، في ارهاق، محتاج ترتاح، محتاج تنام، واضح ان في ستريس جامد عليك. هنتكلم عن موضوع الستريس ده دلوقتي، هقول لكم اللي بيعاني من المشاكل دي حاسس بستريس، حاسس ان طاقته مش مظبطه، لان واضح ان طاقته التور مش حلوه، ده عشان هو اللي كسرها، هو اللي كسرها. اوكي يا وئام، طيب هلخص القراءه بسرعه. التور اما مقبل على زواج او على حمل، او هو جنسيا يعني نشط، يعني الدنيا عنده الجنسية كويسة، في هنا
حاجة هو كان مستني يعرفها، حاجة كان مستني انها تجيله. المهم في حاجة جاية له، بس اللي جاي له ده خير، يعني بغض النظر ان واقعه عليك كان وحش يا طور، وحاسس بخسارة وهزيمة، وحاسس بنكبة انك انت منكوب، الا ان ده خير، معرفتك بالموضوع ده خير. ليه بقى؟ نهاية ألم، خلاص الألم هينتهي، الحاجة الخوف اللي كان عندك والطعنات اللي عمال تاخدها كل شوية خلاص هتقف، انت عرفت جبت اخر الموضوع. كينج اوف سورز قوي ما شاء الله، واجتماعيا محبوب، وبتحاول انك انت تداوي الخلل او عدم الاتزان اللي عندك ده بانك تكون وسط الناس، دي حاجة حلوة قوي، الناس فعلا هيساعدوك. في عمل جديد او عملية اصلاح بتحصل معاك يا تور، ان شاء الله تبقى حاجة كويسة جدا. في اساس لشيء انت حطيته وان شاء الله هتكمل عليه، بقيت قوي جدا يا ثور، وعندك الأهلية والصلاحية انك تكون الامبراطور فعلا. الامبراطور ده هو اللي بيقول اللي يتعمل واللي ما يتعملش، هو اللي بيسن القوانين، وبناه قوي ما بيتهدش ما شاء الله، لانه خلاص بقى عنده خبرة. بس ارتاح شوية يا ثور، انت محتاج لراحة. بس القراءة يعني واضح ان في ايه حقيقة، بس انت اتصدمت بيها. طيب دي قراءة المجموعة الأولى، انت صح على فكرة، بشكرك يا آمي. قوس التوافق بينهم ايه؟ بصي يا ندى، التوافق بين برجين زي بعض مش كويس، لأن بيبقوا على الأغلب، يعني على الأغلب مش في كل الأوقات، بس على الأغلب بيبقوا حاملين نفس الصفات ونفس العيوب، يعني ده عنيد وده عنيد، ده متهور وده متهور، فالدنيا ما بتبقاش كويسه. فانا الصراحه مش بنصح بنفس البرج. اهلا يا منيره، منوراني انت واهل لبنان الامارات. اتلخبط بين جدي ودالو. 25 واحد، انت تقريبا 25. طيب انت دلو دلو، مش جد دلو، صح كده ايه بالظبط. ميرسي يا ياسمين. حاضر يا اطفال، هنقول كل حاجه، هنقول الجوزاء وفاضل العقرب، فاضلين الجوزاء سوري الميزان والعقرب، نبقى خلصنا خلاص. طيب تعالوا نشوف حالته العاطفيه عامله ايه. والعبرة بالنهايات، الحمد لله طالما النهاية حلوة يبقى كده زي الفل. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا زهرة الريحان. الثور عايز ايه؟ الهموم والاوجاع او الحاجات اللي عنده خلاص تكترت عليه، بقت فوق طاقة احتماله، عايز مساعدة شريكه، عايز شريكه ياخد بايده ويشيل من عليه شوية، ويعني يا رب ما يكونش هو السبب في كل العصيان دي. عصيان الثور وهمومه ومشاكله او متاعبه بقت اقوى منه خلاص، بس هو واضح انها حاجه تخص العلاقه. نفسه في مرحله جديده بقى، عايز مرحله جديده، خلاص تعب، عايز تبتدي من الاول. شايف شريكه ازاي؟ شايفه زعلان، ممكن يكون زعلان عليه او زعلان هو في المجمل، بس في قلب مجروح، في جرح، في الم، في عاصفة، في عاصفة. الشريك الثور داخل في عاصفة في الحالة العاطفية بتاعته. الطاقة مش حلوة يا ثور، الطاقة فيها هنا خوف وقلق، توتر، انتوا النوم عندكم بايظ، انتوا ما بتناموش، بتصحوا في وسط الليل، بتصحوا تفكروا، تعبانين نفسيا، تعبانين من كتر التفكير جامد. شريكك بقى عايز ايه يا ثور؟ عايز توازن، عايز الموضوع يتوازن، يعني بمعنى ان لو هو جاي عليك يبتدي يصلح، لو انت جاي عليه تبتدي تصلح، الموضوع يبقى فيه توازن. Temperance ده
حاجه بتشير للتوازن، زي ما انتم شايفين الصوره بيدلق ميه من كوبايه لكوبايه في منتهى التوازن، يعني كل واحد واخد حقه ومش جاي على التاني. نفسه يحس بفرحه، نفسه يحس بامان، نفسه يحس ان هو نجح، ان العلاقه بتاعتكم ناجحه. هو عايز ده، هو عايز ينجح العلاقه. يعني هو مش سائل، لا، شريكك عايز يصلح. فيه قراءات بتشوفوها بيبقى الشريك من الناحيه التانيه مش معاك اصلا، يعني انت عايش في قصه وهو في قصه تانيه اصلا. هو عايز يعمل فلوس، هو عايز يسافر، هو عايز يعمل معرفش ايه. لا لا لا، شريكك مركز معاك وعايز يصلح، عايز يساعدك. شايفك ازاي دهان معنى مضحي، مضحي جامد جامد، وصابر، صابر عليه او صابر على شيء فيه صبر جامد، يعني بمعنى ان هو شايفه معناه ان هو مقدره، يعني انا شايفه ان هو حاسس بيك. في خبر حلو جاي لكم يا ثور، ان شاء الله في خبر حلو، خبر هيصحصح الدنيا شويه. شايفه عمليه صلح، حد بيقرب من التاني وبيصالحه وبيقول له ما تزعلش حقك عليا، فك خلاص وكده، والدنيا ان شاء الله تبقى كويسه. يمكن هيحصل عتاب شديد، هتتعاتبه جامد جامد جامد، بس يا ريت الموضوع ما ياخدش صوره الخناقه دي، يعني يكون عتاب تعاتبه كل حاجه، بس يعني يكون بهدوء اكتر من كده. بس هو دي حاجة ولازم تطلع، وأنا مع إن هي تطلع، لأن أول لما هتخرجوا اللي جواكوا هترتاحوا وهتبتدوا تصفوا لبعض تاني. وما شاء الله هنا في بقى مغامرة، الشمس طلعت أهي، الحمد لله الحمد لله. شايفة مغامرة، شايفة إنه خلاص هتبتدوا تخفوا بقى، شايفين خفيف إزاي؟ وممكن ممكن تسافروا، تغيروا جو، بحيث تغيروا المود ده. ممكن يكون ده سفر على فكرة، إن شاء الله حاجة يعني صد رد في نفس اليوم، مجرد التغيير. لا، في متعه هنا، في متعه، وحاسين بفرحه وحاسين بامان، وحاجه حلوه جدا جدا ما شاء الله. هلخص القرايه بسرعه. الثور همومه كتير، مشاكله كترت قوي عليه، محتاج مساعده، نفسه في مرحله جديده. شايف شريكه حزين وزعلان، الطاقه وحشه جدا، الطاقه فيها توتر وانعدام نوم، ما فيهاش توازن خالص. شريكك عايز يعمل التوازن ده، وعايز الشمس تطلع وتبتدي العلاقه تصح وتنجح، وشايفك قد ايه انت صابر ومضحي. شايفه انه هيتسمعوا خبر حلو، وفي حاجه هتقرب المسافات، يعني الخبر ده هيفرحكم. عارفين لما تبقوا انتوا زعلانين بس يجي لكم حاجه من بره تفرحكم كده، فتبتدوا تتفائلوا شويه والدنيا عندكم تهدى شويه. افتكر ده اللي هيحصل، وهيبتدي يعتذر، وهيبتدي يعني يقر بغلطه ويعتذر. انت هتعاتبه جامد جامد جامد، بس بعدين ان شاء الله الدنيا كلها تبقى كويسه جدا. ده فول خلاص بقى، شويه بقى ايه، مرح، شويه انبساط. اختاري انت يا لولو، اختاري انت حبيبتي. طيب حبيبتي بشكرك جدا يا مي، ميرسي يا روح قلبي. القوس موجود في الصفحه يا منيره. هلا عبد القادر، اهلا اهلا بيك، منورنا. بشكرك يا محمد جدا، كلامك صح. بشكرك يا شيماء قوي. يا رب، انا لسه كنت بتكلم على الموضوع وببص لقيت قرايتك لجورجي، وانت عندك حق، طمنتيني. كويس قوي يا يوتي، الحمد لله الحمد لله يا رب الحمد لله. ميرسي يا امي قوي قوي قوي. طيب اوبس. طيب دلوقتي الادمنز بيختاروا مين اللي هيبقى ليه قرايه خاصه مجانيه. بليز، مش عايزه حد يزعل، لان احنا بنختار شخص واحد. طيب حبيبتي يا ساره، ده انت اللي امر، وانت عسل يا لمر. طيب تعالوا ناخد بقى المجموعه الثانيه، برج الثور. المجموعة دي بتبتدي من 1 لحد 10 مايو، من 1 لـ10 مايو بإذن الله يا ريم يا رب. اوكي يا مالك، حاضر، كل صح، الحمد لله يا امي. اه
بقيت بخاف منك خوف. الكارت ده بقيت بخاف منه جدا. Page of Pentacles بيقول لنا ايه؟ العقرب سوري الثور حاسس ان هو معتمد على نفسه شويه ماديا، ابتدى يعتمد على نفسه او عايز يعتمد على نفسه. Page of Pentacles كمان بيوصفك يا ثور انك شخص عندك كبرياء وعندك عزه نفس، ما تحبش حد يجي عليك ابدا ولا يهين كرامتك. كرامتك شيء يعني مقدس بالنسبه لك. شايفه قدامي علاقه ثلاثيه اهي متلازم معاها الشيطان. بصوا جنب بعضهم علاقه ثلاثيه وجنبها الشيطان. تعالوا نفسر بقى اللي بيحصل ده. ايه اللي بيحصل؟ خلينا نفرض فرضيتين. اول فرضيه ان ده احتفال، اوكي؟ الثور بيحتفل بشيء لان الكارت ده ليه معنيين زي ما انتم عارفين. ده ممكن يكون علاقه ثلاثيه بمعنى فيه خيانه من طرف، او ممكن يكون احتفال بحاجه معينه. فلو هو احتفال فده حسد، يعني تحتفل من هنا تاخد العين من هنا. خلي بالنا يا ثور، لو حد عنده احتفال فعلا ومجمع ناس حواليه وبيحتفل معاهم يحصن نفسه، لان الناس يعني ما بقتش بتشوف الموضوع بتتمنى لنفسها وبس، لا بتتمنى انها تزول منك، يعني هو كده. فخلي بالك بس من الحسد ده، بس شكلها حاجه مش هتاثر عليك يعني ان شاء الله، بس في حسد. لو هي علاقه ثلاثيه اوكي، فواضح ان في حد من الليله دي اللي هما يعني سواء الاولى او الثانيه او ايا كان اللي فيهم عامله سحر، عامله سحر للشريك. اوكي، في عندنا نجاح. الناس اللي بتسال اخبار العمل والدراسه اخبارها ايه، ذا وورلد ده اكتمال دائره نجاح ان شاء الله من كل الجوانب، والناس بتهنيك وبتقول لك برافو عليك، جود جوب، ويل دان، ما شاء الله، حلو قوي قوي قوي. ايس اوف وانس زي ما انتم عارفين انا خلاص اكيد حفظت الكروت. ايدي اللي نازله من السماء وفي سحاب حواليها دي بحس ان هي ايد ربنا بتمد، يعني ربنا بيمد ايده ليك، بيدي لك طاقه جديده عشان تنشطك، عشان تقومك، عشان تساعدك على حاجات انت عايز تنجزها ان شاء الله. يعني انا بحس ان دي بيقول لك ربنا معاك، ربنا موجود معاك في ظهرك. Queen of Wands، Two Wands، Ace of Wands و Queen of Wands اهي. ليدر الثور قائد، وهو بطبعه في القياده دي. لو هو بيعمل اي حاجه فيها فن، كتابه، مزيكا، رسم، اي حاجه من نوع الفنون دي، فهو الابداع عنده عالي قوي الفتره دي. وكمان في هنا طاقه القمر، طاقه الهدوء وطاقه التعبد وطاقه تامل. هادي عنده سلام داخلي كويس قوي. انجوي ات يا ثور، يعني استمتع بكل لحظه من السلام الداخلي ده. بس عايزاك تنتبه برضو من حاجه، ان في حد متربص لك، في عقرب عارفه كويس جدا، قريب منك جدا، عارف كل تحركاتك ومستني يشمت، مستني يأذي، مستني حاجه. Just be careful. شايفه هنا تطور مادي الحمد لله، ده ما كانش في المجموعه الاولى، بس في تطور مادي وخلت امان من الحاله الماديه ان شاء الله. في عمليه تحول هتحصل، افتكر دي هتترتب على النجاح اللي هيحصل لك يا ثور. بعد النجاح ده في عمليه تحول هتحصل، في شقلبه هتحصل، مسار، في مسار بيتغير ملحوظ، يعني انت هتاخد بالك ان الدنيا بتحود بيك. لا الدنيا بتحود بيك دي للحظ، لا الدنيا بتتغير، تاخد شكل تاني. سترينث الثور، واجه، انت محتاج، ودي تقريبا دي الطاقه اللي انت كنت محتاجها اللي ربنا بعتها لك. محتاج تواجه شويه، يعني اللي جواك طلعه، قوله بدون ما تاذي مشاعر حد، بدون ما تغلط في حد، طلع اللي جواك. وبيديني كمان ايحاء تاني الكارت ده ان الثور مسيطر على حد صعب السيطره عليه،
سيطر عليه جدا، بس مسيطر عليه بعقله يعني، محجمه ومروده، مروده شخص قوي، وهو مروده تور بس بذكائه. حلو جدا جدا. تعالي نلخص، بنقولك يا مجاهد، التور اما بيعتمد على نفسه ماديا، او لو ما كانش ده فهو عنده عزة نفس وعنده كرامة وعنده يعني ما بيقبلش الإهانة. اما في علاقة ثلاثية في طرف منها عامل سحر، اما ده احتفال يتبعه على طول حسد. في نجاح ان شاء الله، في طاقة جديدة ربنا بيمدك بيها ان شاء الله، في هنا ابداع، لو الناس اللي بتستعمل اي حاجة فيها فنون في ابداع ان شاء الله، وفي قيادة في الموضوع، عارف انت عايز تعمل ايه وبتعمله. في طاقة تأمل، طاقة تعبد، في سلام داخلي جواك استمتع بيه، في تطور مادي ان شاء الله، في عملية تغير او تحول هتحصل في حياتك يا تور، يمكن تكون حاجة تخص العمل بس هي حاجة كويسة جدا ان شاء الله. في هنا اما انه انت محتاج تواجه اكتر يا تور، او انه انت مروض حد قوي جدا وصعب ترويده، بس انت مروده بعقلك. كويس قوي 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 قوي. وافتكر انت عارف تروده بسبب السلام الداخلي اللي جواك، ده مخلي تركيزك عالي، يعني عارف بتعمل ايه وبتعمله امتى، بحيث انك تعرف تسيطر على الشخص ده. Well done.